اليوم كنا مع الجلسه ديال انتخاب رئيس مقاطعه مولاي رشيد. اليوم هذا النهار هذا واحد النهار تاريخي، لان اليوم كان واحد الذبح ديال الديمقراطيه في ابهى التجليات ديالها. التوافقات اللي كانت عندنا مع الاحزاب اللي كانت غادي تصوت علينا كانت نورمالمون حنا اللي عندنا الاغلبيه. دونك كنتفاجئوا ان واحد العضو واحد الحزب انه كان عاطينا القسم وعاطي العهد امام جميع الاعضاء اللي كانوا دايرين هذا الائتلاف هذا انه غادي يصوت بفائده اللائحه ديال عبد الاله الشيكرت. حتى كنتفاجئوا اليوم كنتفاجئوا انه تيصوت على اللائحه ديال محمد جبيل. هذا بالاضافه لان حتى حزب العداله والتنميه حتى هو الحزب اللي عنده مرجعيه اسلاميه كان عاطينا العهد حتى هو انه غادي يصوت على اللائحه ديالنا. اليوم تنتفاجئوا ان هادو كيفاش وعلاش هاد كطرح الداد ديال التساؤلات. الا جيتي تشوف اليوم اللائحتين اللي مرشحين اليوم للرئاسه، كاين اللائحه ديال محمد جبيل وكاين اللائحه ديال عبد الاله الشيكر. عبد الاله الشيكر عنده واحد اللائحه شبابيه فخيره الشباب ديال المنطقه ديال مولاي رشيد، من المنتخبين من اللي بغاتهم الساكنه وصناديق اقتراع ديال 68 بين ربينات شكون اللي بغات. بغات هاد اللائحه، بغات الشباب، بغات التغيير. واليوم كاين تكريس ديال المجالس السابقه، المجالس ما بغاتش الساكنه مولاي رشيد. اليوم الساكنه كتقول لك حنا ما بقيناش بغينا التسيير القديم، حنا ما بقيناش بغينا الحرس القديم.